مرحبا بكم في 3 دقائق بالعربية. نتابع الحديث عن حروف اللغة العربية، ونتكلم اليوم عن حرف النون. حرف النون يأتي على هذين الشكلين، ويأتي مع الحركات الفتحة والضمة والكسرة والسكون والتنوين، نصب ورفع وجر. يأتي أيضا مع الشدة، ومع الشدة مصحوبة بالحركات. نون نون نون. زيتون نون. زيتونة نون. منع نون مع فتحة. أنا أمنع. هو يمنع. هي تمنع. عطشان نمت جيدا يوم أمس. نون مع كسرة. نمت جيدا يوم أمس. عطشان. عطشان. منع. منع. زيتون. زيتون. نون نون نون. لنبحث الآن عن كلمات فيها حرف النون. نافذة، زيتون، عين، نحلة، نملة، نمر. اثنتان، نور، من. شكرا لإصغائكم.